سوري بدي اعتذر منك. بتعرفي هذا الحساب مشترك بين الوالده وحضرتك، ظاهر اليوم جاي سحب الحساب ومخليه فيه بس 50 دولار. يلا قوم. قديش الساعة؟ الساعة 7. شو؟ 7؟ شو بدنا نعمل هلا الساعة 7 كحياتي؟ حبيبي يلا، عنا كثير قصص بدنا نعملها. قوم. شو هي هالاشياء اللي بدنا نعملها 7 الصبح يا قلبي؟ أول شي بدنا نعمل تشيك أوت، وتاني شي بدنا نروح أنا وياك على البنك. بدي أسحب مصريات اللي باسمي أنا وأمي وحطهم بحساب أنا وياك. وتالت شي بدنا نروح على بيتنا لنعيش أنا وياك العيشة اللي بنحلم فيها. بيتنا؟ بس مش على علمي إنه نحن عنا بيت. بلا عنا. أنا لما كنت مجوزة كنت عايشة ببيت أنا وجوزي، بس لما توفى تسكر هذا البيت ورجعت رحت عشت عند أهلي، وهلأ أنت جوزي وهذا البيت إلي وأنا وياك واحد، يعني فينا نرجع نروح نعيش فيه. طيب وأهلك شو بنعمل فيهم إذا نحن نقلنا على بيت اللي انت كنت عايشه فيه ولقيونا؟ اخر همي. اصلا انا صار بدي هون يعرفوا. بالنهايه ما رح نضلنا هربانين كل حياتنا هيك. نحن ما عملنا شيء غلط. كل اللي عملناه انه تجوزنا مثل حيالله اثنين بحبوا بعضهم، وهيدا حقنا، ما حدا في ياخده منا. يا حياتي انت ويان اليوم؟ غير منين جبتي كل هالقوة؟ منك حياتي. انت قوتي بهالدنيا. يلا قوم البوس بسرعة. سوري مستر، في مشكلة بالبطاقة. شي غريب، ليه ما بقى تسحب؟ برك الكونكشن ضعيف، جرب مرة ثانية. كنت مجرب ثلاث مرات. طيب دقيقة بس. اوكي. شو في حياتي؟ هيدا الكارت ما عم يسحب يا قلبي. كيف ما عم تسحب؟ برك تخطيت الليمت. لا مش معقول حبيبي، هيدي مش كريدت كارد، هيدي ديبت كارد، يعني بتسحب كل شي في بالحساب. اه ايه مزبوط، ما انتبهت. طيب شو المشكلة؟ والله ما بعرف. خلص. خلينا ندفع لهم كاش هلا وبعدين بنروح على البنك بنشوف شو قصتها. او بلا ما نشوف شو قصتها اصلا رح نفتح حساب جديد. هدي حبيبي. دكتور خليها، بس خليها معي بركي صار شيء. سوري بدي اعتذر منك. بتعرفي هذا الحساب مشترك بين الوالده وحضرتك، ظاهر اليوم جاي سحب الحساب ومخليه فيه بس 50 دولار. صباح الخير. صباح النور. شو وين كاينه قبل الضو؟ مشوار. مشوار وين؟ من ايمتى بتسالني اديب؟ شو في؟ رايح المستشفى؟ ايه رايح المستشفى. ما سبقتني وصلها كريم. ما نمت كل الليل. طيب بس توصل طمني، لانه انا يمكن اليوم ما قدرت طول، تعبانه شوي. ما بيأثر حبيبتي، ما تروحي. هلا انا بس وصل المستشفى بطمنك. الله معك. ما
بعتي وحيد على المدرسة؟ لا ما راح اليوم. ليه ما راح؟ نفسيته كتير تعبانة اليوم وفكر انه نحن عم نخبي عليه انه امه ماتت ونحن مش عم نخبره. ايه وشو قلتي له؟ قلت له انه الماما مسافرة ورح ترجع تيجي بس مش هلأ. هلأ بس تعدي انت وياه قلي له انه امه مش مسافرة، بلشي حضري نفسيا انها ماتت. شو عم طلع فيه هيك؟ روح من وجهي. عملي لي فنجان قهوة. حاضر. وما تنسي المي.